اسمعيني أنا هلأ رح روح، يكون بمعلومك ولازم تعرفي رجعتي رح تكون كتير مدهشة. آخ طيب ممكن تتفضلي وتطلعي من بيتي هلأ؟ تفضلي. أنا بفرجيكي قليلة أدب. خدي البيت اشبعي منه. تفو يا عيب شو معليكي يا حوينة التعب فيكي يا ناكرة الجميل يا خاينة. إلا إلا عفواً أي تعب تعبتي علي أنا بالذات؟ أنت بصفتك مديحتي كين أي تعب تعبتي علي؟ شو المعروف اللي عملتي معي؟ أنت اللي قلتي عني سمينة وأنت اللي قلتي عني قزمة وأنت اللي بالراحة وبالجاية عم تسمعيني حكي. مين اللي طلع روح التاني؟ فيك تجاوبيني مين؟ برافو عليكي أنت بكفي حاجة بقى. لك تفو يا قليلة الترباية. آخ أنا رح أوقع من طولي. وين الشوفير كمان؟ لا أحسن شي رح روح على بيتي وأوقع من طولي براحتي. حسن تعال هون ابني أنت أسندني رح أوقع من طولي. تعال يا فصعونة أنت يا فصعونة. شو مفكريني مخبية جانتي كين بجيبتي؟ لسه مديرة أعمال بتتصل فيني وأمه بتجي لعندي أنا شو بيعرفني؟ شو أنا الدادة تبعه ولا صديقته؟ مين بكون أنا؟ يا قليلة الأصل جان انت وينك هلا؟ شو هالرقم؟ الو دار نشر؟ نعم انا فتون دينج. عرض شغل؟ مقابله؟ فورا طبعا أنا جاي فوراً لعندكم. مع السلامة. باي باي. ماني مصدقة عم يتصلوا فيكي من دور النشر يا فتون. مشي حالي أنا مهمة. شو بدي ألبس؟